شو ما عجبتك؟ ما حبيتي تشوفي صورتك بجناحي؟ وعم تسأل إذا عجبتني؟ شو هالوقاحة اللي أنت فيها؟ أنا شفت اللوحة بجناح السلطانة صفية وبعدين... بعدين أعطيت أوامرك لحتى يجيبوني لعندك. شو مفكرني؟ مفكرني ناجة ولا قطة؟ عجبك شكلي؟ أنت شو مفكرني؟ غرض عجبك وحبيت يصير ما أعطيت أمر لحدا وما كنت بعرف إنه رح يجيبوكي على القصر. السلطانة صفية جابتك هدية إلي. أنا مو هدية يا أحمد، أنا بني آدمي وفي عندي عائلة مثل كل البشر. يا خسارة، كنت متوقعتك حدا منيح أحمد. سيناس تيرانوس، إي سيناس تيرانوس باتاثيلو لوكاتو. أنا رح أهرب من القصر وأوعك تلحقني. ما حدا بيقدر يهرب من قصري. يلا يا بنات يلا تحركوا لشوف بكفي نوم. كل وحدة ترتب فرشتها. حركوا يلا 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 يلا. جنات خانم، استلمي هالجاري واعملي مع اللازم. وانت وين رايح؟ عندي مشوار على جهنم، بتحبي ترافقيني؟ لا استغفر الله. تعالي معي، اسمعوني يا بنات وتعلموا من هي الخانم. كتير جواري ما قدروا يعملوا اللي عملته هالبنت الصغيرة. من أول أسبوع فاتت على الخلوة ورح تنتقل لجناح العشيقات. انتي تعالي. ما هي فيروز، أنا عم بحكي معك. بدنا نجهز غرفة مهبيكار. قومي ساعدينا، بركي منستفاد منك بشي. قومي يلا يلا. وليش هيك قلبي خلقتك؟ هي صار عندك أوضة لحالك ورح يخيطولك فساتين من أحلى الألوان والقمايش، وبعدها بتجي الهدايا، وهاد غير الحجار الكريمة والمجوهرات. أنا ما بدي شي فيكي تاخديهم كلهم. أنا ما بدي غير شقفة ورقة وقلم. شو بدك فيهم؟ رح أبعت لأهلي مكتوب بس لحتى يعرفوا إنه لساتني عايشة. وشو بتستفيدي إذا كتبتي؟ هالمكتوب مين رح يوصله؟ أنتي ما عندك أهل؟ ما هي فيروز؟ في زبيدة خانم مرته للباشا، كنت حبها كتير، قربيت عندهم ولما كبرت هدتني للقصر. أنا عم أسأل عن عيلتك الحقيقية، عن إخواتك، أمك وأبوكي، وينه؟ ما بعرف، كنت صغيرة بهداك الوقت وما بتذكر وجوههم أبدا. أنا ما بوعالهم، أنا صار بيتي هو الحرم لك، وكل يوم بصلي وبدعي وبقول يا ربي دخيلك تاخد بإيدي وتهدي مولانا السلطان لياخدني بحضنه وجيب ولد منه. وعم تدعي كمان تكوني بحضنه للمتوحش؟ ليش أنتي مبارح بالليل شو عملتي؟ ما كنتي بحضنه لمولانا؟ وبجوز صرتي حامل هلا. هي شو خروستي؟ مستحيل يصير هيك، لأنه ما صار أصلا الشيء اللي بتسموه خلوة. لما رحتي كنت زعلانة ورجعتي لنا مبسوطة، شو الموضوع؟
ما تقلي لي صرت الجارية الخصوصية لمولانا السلطان. فوتي نلعي لمحلك، أصلا وشك مو وش نعمة. خير، شو القصة جنات خانوم؟ أنتوا ما معكم خبر ما هيك؟ قال طلعت من الخلوة مثل ما فاتت. يعني لساتها بنت بنوت؟ منيح اللي ما هي فيروز خبرتنا، لولاها ما عرفنا. دستور بلبل آغا، بدي اياك تحقق مع كل اللي موجودين بالحرم لك، خصوص البنات اللي كانوا بخدمة السلطانة حليمة. خير شروق خانو؟ السلطانة حليمة ما مبينة، الظاهر انه مبارح بالليل هربت مع الامير مصطفى والسلطانة ديلبر. بلا وتوتة، اسمعوا، أي وحدة فيكن شافت أو سمعت عن هروب السلطانة وسمو الأمير تمشي خطوة لقدام. ما بدكن تحكوا؟ رح نعرف بأسلوبنا. بلبل آغا وغولغا خانو، بدي اياكم تاخذوهم لجوا وتعملوا لهم فركة اذن منيحة، بلكي وقتها بتنحل عقدة لسانهم. مزبوط شفته للولد. تواني نسيدا كاستنا، يعني طعميته كاستنا بايدي، بس ما كنت بعرف انه هو سمو الأمير مصطفى. وبعدين شو صار؟ يلا قولي. وبعدين اجت وحدة على الحرم لك، أخذته وراحت. ومين هي الخانم؟ وين راحت؟ ما بعرف لوين راحت، ويمكن اسمها شهيرة، بشيرة. بشيرة خانو، وهي كمان مختفية، أكيد هربت معهم. إذا كنت عم تلفي وتدوري، الله يكون بعونك، لأنه وقتها رح أحطك بشوال ورح أرميك بالبحر. عم تفهمي؟ بحلف بإني لا شفت ولا سمعت شي تاني. طيب انت شو قلتي لهم لما سألوكي؟ انا قلت لهم انه ما بعرف شيء. انتي شو عم تساوي هون؟ عم تراقبيني يا خانوم؟
الصراحة أنا اللي جابني لهون إني ضيعت الطريق. ما هي فيروز وشهرزاد وينهم؟ أنا ما قلت لكم تستنوني بالمشغل؟ اسمعي شو بدي أقول، بدي منك شغلة، وهالشغلة هي مكتوب بعتته لأهلي ليطمنوا علي. ما فيه شيء، قري إذا بدك. وأنا شو بيفهمني بهالحكي؟ لازم تنسي عيلتك وتنسي الماضي كله، والرسائل ممنوعة، عم تفهمي؟ يلا امشي. وشوفت الرجال معنا ممنوعة؟ أنا شفتك مع الرجال مرتين. أنت عم تهدديني وليه؟ لك أنا بقطعه للسانك وبطعميه للكلاب. بعدي عني. السلطانة صفية هي اللي جابتني لهون، وأنا مهمة عندها وأنت بتعرفي، وإذا خبرتها باللي عم بيصير بجوز تقتلك. هن ما رح يصدقوكي، وأنا رح أنفي هالشي وقول إنه كذب. معناها ليش خوفك اللي عم قوله؟ لو الشي اللي عم تعمليه مانو غلط ما كان اصفر وشك. لك أنا ماني عدوتك، حابة نكون قراب من بعض. والله بيشرفني. أنت ليش هيك عنيدة؟ كل شي بدي إياه منك توصلي هالمكتوب لأهلي وبس يا خانم. تعالي خلينا نشوف هالوش الحلو عن قريب يا ماه بيكر. مولاتي السلطانة، خبروني انه ما صار خلوة بينك وبين مولاكي، مع انه ما طلعتي من غرفته للصبح. طيب شو كنتوا عم تعملوا بكل هالوقت؟ القصة مو تسلاية وتمضاية وقت يا ماه بيكر. هات مستقبل العيلة الحاكمة. حكينا شوي يا مولاتي، وبعدين انعست ونمت. واضح انه حفيدنا مو بس معجب فيكي وكمان طاير عقله. سلطانة صفية، حضرتك بنت البندقية الملكة صوفيا، وما صرت السلطانة صفية غير هون. شلون قدرتي تنسي عيلتك؟ شلون تخليتي عنهم هيك؟ قدر يا بنتي، وقدر صوفيا البنت الصغيرة اللي ولدت بالبندقية تكون أعظم سلطانة لأعظم دولة بالعالم. بس هون كل البنات ما بيعرفوا أهلهم ولا حتى بيتذكروه. هدول ما بيعرفوا شو يعني الواحد يكون حر. بس هذا الشيء أنا بعرفه، كيف بدي أنساه؟ لا بريغور تزينا مادري باندانتم يا كازا. مزبوط إنه الطيران هو الأهم بحياة العصافير، بس العصفور إذا احترقت جناحاته شو بيساوي؟ ولدتي حرة، مظبوط، وكان في عندك عيلة كمان مظبوط، بس لهلا شو عملتي لحتى يرجع يكون عندك عيلة؟ ولا شيء. بس الفرصة لسه قدامك وما راحت عليكي، ونصيحة مني تستغليها لأنه هالفرص نادرة بالحياة. وخلي مثالك طير العنقاء اللي احترق ورجع صنع نفسه من الرماد. وانتي بتقدري تولدي من جديد.
تعرف شو يا بلبل؟ الشيء الوحيد اللي ممكن يحول هالقفص لقصر حلو هو الحب. كان لازم قلها هيك. وشو الفايدة يا مولاتي؟ إذا ما احترقت بنار العشق ما رح تعرف أبداً شو معناه الحقيقي. وقفي عندك يا بنت، لا بقى تتعبي حالك لأنه كل اللي عم تساويه على الفاضي يا خانم. ما دخلك فيه، شو بدك مني؟ قال شو بدها ترجع على بيتها؟ لو في مخ براسك كنتي فهمتي إنه مستحيل هالشي. من هون ما في مهرب بنوب. بعتي المكتوب لأهلي وعدتيني تبعتي. القصة ما لها بهالسهولة. أنا رح أبعته بالوقت المناسب. روحي قدامي يلا. شو بدهم يعملوا فيهم؟ أكيد مولانا السلطان رح يعدمون اتنيناتهم. بس هذا لساته ولد صغير وهالشي جريمة. سكري تمك، هذا اللي ناقص. شو رأيك نشاورك بقرارات مولانا السلطان كمان؟ جنات، شو هالتربية اللي ما بتسوى للجواري؟ يلا نلعوا لجوا. مين هاي بقى؟ وليش جايبيني لهون؟ أنا ما ساويت أي شيء. تأدبي يا بنت، أنت هون بحضرة السلطانة الأم. ليش كم سلطانة أم عندكم بهالقصر؟ سلطانة واحدة بس، وهي والدة جناب السلطان المعظم أحمد حضرة السلطانة هاندان. يعني حضرتك أمه لأحمد ما هيك؟ انت مين مفكرة حالك لتذكري بهالطريقة اسم السلطان الأعظم؟ ما كان قصدي أنا. حتى لو جابوكي كجارية خاصة بس انت هون وحدة من الجواري. شروق، أنا طلبت شوفها لأنه السلطان معجب فيها، بس الواضح أنه هي الخانم لساتها طفلة ولسه لازمها ترباية كتير. تحركي. بعتولي ورا ماهي فيروز وخبروها انه هي اخر فرصة لها. تحت امرك مولاتي. شوفي شو عملتي بإصبعتي. وإذا بتقرب مني بعضك وبقطعها من مكانها. أنا ما بيهمني إذا كنت ملك ولا سلطان. كذبت علي، قلت لي اسمك بهجت. أنت كذاب. إيه مزبوط، أنا اسمي بهجت. لما بكتب شعر هاد بيكون اسمي. شعر؟ إيه شعر بوازية. لو نومي داموري إسي دولشي أو ديري che è impossibile mi pare che la sua propria operazione se andlio per le cose altre de dolci. Ma tu conosci l'italiano? لسه عم اتعلم. وهذا الشعر قريته بكتاب كان السلطان سليمان كتير يحبه. بتحبي تشوفيه؟